أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا ، 当时我对众天使说：你们应当向亚当叩头，他们都叩头了，但伊布利斯除外。 他本是精灵，所以违背他的主的命令，他和他的子孙是你们的仇敌。你们却舍我而以他们为保护者吗？不义者的倒行逆施真恶劣。我没有使他们眼见天地的创造，也没有使他们眼见其自身的创造。我没有把使人迷雾的人当作助手。在那日，安拉将说。 你们所称为我的伙计的，你们把他们召唤来吧。他们就召唤那些同事，但他们不答应。我将使他们同归于尽。罪犯们将看见火狱，必坠入其中，无处逃避。在这古兰经里，我却已为众人阐述了各种比喻，人是争辩最多的。 当正道来临众人的时候，他们不信道，也不向他们的主求饶，那只是因为他们要等待安拉将古人的肠道显现于他们，或眼见刑罚来临他们。我只派遣使者们报喜信传警告，而不信道的人们却以妄言相争论，欲借此反驳真理。 他们把我的迹象和对他们的警告当作笑柄。有人以主的迹象教诲他们，但他们鄙弃他，并且忘记他们以前所犯的罪恶。有谁比他们还不义呢？我却已将义魔加在他们的心上，以免他们了解经义。
并且在他们的耳里造重听。如果你招他们于正道，那么他们将永不遵循正道。你的主却是至赦的，却是至慈的。假若他为他们所犯的罪恶而惩治他们，那么他必为他们而促进刑罚的来临。但他们有个定期，他们对那个定期绝不能获得一个避难所。那些市镇的居民多行不义的时候，我毁灭他们，我为他们的毁灭而预定一个期限。